وينضم إلينا عبر الهاتف حول هذا الموضوع العميد العسكرية العميد أحمد المسماري المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة الليبية. سيادة العميد أهلا بك، وكيف تدور على الأرض العملية العسكرية لدحر الإرهابيين وطردهم من هذه الأماكن؟ أولا السلام عليكم، أحييك وأحيي كل الأخوة المشاهدين. نعم، صباح هذا اليوم أعلنت عملية واسعة لتحرير منطقة الهلال النفطي من الإرهابيين. تمكنت القوات بشكل سريع من دخول المنطقة الصناعية وتقدمت حتى منطقة السدرة. إذا كان نتحدث على هذه المنطقة نتحدث حوالي 30 كيلومتر بين المنطقتين، وفي الوسط أو في المنتصف تأتي منطقة رأس النوف السكنية. القوات لازالت المعركة مستمرة في مطاردة لجماعات الإرهابية الفارة، وهناك بعض الجماعات أو المجموعات المختبئة داخل المنطقة السكنية قامت بالرماية على قواتنا في هذه اللحظات. وهناك الآن دخول لقواتنا للمنطقة السكنية التي كانت لا تريد الدخول فيها لأسباب إنسانية ولا تريد أن تنزل أي ضرر بالسكان، ولكن هذه الرماية التي أتت خلف القوات في منطقة سكنية أصبحت تهدد أمن قواتنا، وبالتالي الآن دخلت بعض الوحدات الخفيفة داخل المنطقة السكنية للقبض على المتمردين أو على الإرهابيين داخل هذه المدينة. بالموقف بصفة عامة ممتاز جدا، الواجب القتالي تم أداءه بشكل قوي بشكل ممتاز. الحمد لله معركة كانت خاطفة مما سرع في إنجاز المهمة دون أي ضرر بالمنشآت النفطية، سواء المصانع سواء المواني. وقوات زالت مستمرة في العمليات، بإذن الله مساء سنعطي نشرة كاملة. إذن سيادة العميد، كما تتحدث قوات الجيش الليبي الوطني تقوم بمهمتها في أكثر من جهة لطرد هؤلاء الإرهابيين، إذن هناك بتأكيد خطة عسكرية استراتيجية معينة تم استخدامها لطرد هؤلاء الإرهابيين وأيضا لعبور القوات الجيش الوطني الليبي لأكثر من جهة، ما هي الآليات المستخدمة، الآليات العسكرية المستخدمة في هذا القتال؟ هل هناك ضربات جوية أيضا تساعد القوات البرية على الدخول في أكثر من جهة؟ أولا يجب أن نحترم أن نقول أن القوات الجوية لم توقف عملياتها سواء القتالية أو الاستطلاعية منذ دخول هذه الجماعات للهلال النفطي. اليوم الدعم الناري في هذه اللحظات هناك طائرات تجوب منطقة خليج السدرة وتقوم بقصف أي هدف يهدد القوات المسلحة وتقدم الدعم الناري القريب جدا لقوات المشاة. قوات البرية تشارك بوحدات مشاة خفيفة مشاة عالية، وكذلك بعض القطع من الدروع التي أو المدرعات التي تقوم بعملية حماية الأفراد أثناء التقدم. المعركة خاطفة سريعة، لكن هناك واجبات أخرى يجب أن تنفذ قبل إعلان التحرير، وهي الواجب الأمني مسح المنطقة عسكريا وهندسيا على الغام فخاخات، وكذلك القبض على المندسين خلف القوات المسلحة أو الجيوب التي قد تكون داخل بعض المنشآت أو المباني في هذه المناطق. طبعا هنا في نفس الوقت سيادة العميد، عندما تتحرك قوات الجيش الوطني الليبي في الأحياء العسكرية على الأرض بالتحديد كما قلت حضرتك بالقيام بواجباتها بشكل خاطف وسريع، كيف ترى هنا رد فعل الجماعات الإرهابية المسلحة حول ذلك الموضوع؟ بالتأكيد أنت تحاول هنا كقوات مسلحة وطنية ليبية ألا تتعرض لخسائر أو أضرار أو أي إصابات. حقيقة الجماعات الإرهابية لديهم تكتيك مبني على عقيدة عسكرية هجومية بكثافة نارية وكثافة عددية، لا يستطيعون أو لم نجد في السابق مثلا في معارك بنغازي وحتى معارك درنا الآن أي خط دفاعي لهذه الجماعات الإرهابية، يستطيع أن نقول عليه خط دفاعي تم إنشاءه بشكل جيد. كذلك معركة اليوم دخلنا بشكل مباشر إلى المنطقة الصناعية، وهي المنطقة تقع شرق بنولية شرق رأس النوف، وهي المنطقة الأولى في المواجهات. كنا نتوقع أن تكون هناك معركة قوية جدا، خط دفاعي أمامنا خط دفاعي ثاني، فلم نجد لخط أول ولا خط ثاني، وجدنا المنطقة حاولوا بشكل سريع إن جاء القيام بالدفاع ولكن لم يسعفهم الوقت، مما أجبرهم على الهروب والتقهقر للخلف وترك ألياتهم وأسلحتهم وذخيرهم. وكذلك الكثافة العددية التي معهم ليست أغلبها كثافة عقائدية
تتبع تنظيم القاعدة، بل هي عقيدة مالية مرتزقة من المعارضة السرية أتوا مقابل المال، وبالتالي لا يمكن لهم أن يقبلوا فكرة الموت في رأس ضنوفة وفي استدرة، ومما سرع عملية الهروب. إذن المعركة الوطنية عندما تكون بروح وطنية وروح التضحية والفداء سيكون لها الغلبة في أي مواجهة مع هؤلاء الجماعات ومع هذه العصابات الإرهابية. يعني حضرتك سيادة العميد أحمد يعني تحدثت عن نقطة مهمة جدا، أو وضعت يدك على نقطة مهمة، وهي أن هذه الجماعات الإرهابية تمول من قوى إقليمية أو خارجية مختلفة، سواء كان بالمال أو بالسلاح. بالتالي هنا الإرهاب يعتبر من المرتزقة، وهنا لا يهمه إلا المال فقط. عندما يجد هنا الإصرار من القوات المسلحة الوطنية الليبية على تحرير المنطقة يهرب سريعا. إذن هنا التمويل أيضا له دور في إمداد هؤلاء الإرهابيين بالمال والسلاح. بالتأكيد هناك علامات كبيرة جدا تدل أن هذه الجماعة تحصلت على دعم كبير، وعلى فكرة الدعم ليس دعم مادي فقط، بل هناك دعم بالأفراد. هناك معلومات كبيرة تم نقل مجموعات من تنظيم القاعدة من جبهة النصرة بالتحديد من سوريا إلى ليبيا عن طريق مهابط ترابية في جنوب ليبيا مثل سيف 300 جنوب الكفرة. هناك دخول عن طريق الهجرة غير الشرعية مقاتلين. هناك الآليات التي الآن شفناها مثلا في منطقة العمليات اليوم تدل دلالة قاطعة أن هناك دعم كبير. هذه المدرعات غالية الثمن، هذه الأسلحة الحديثة، هناك من قام بإمدادهم. لا نعرف هل هذه المعدات تم تصنيعها خصيصا لهذه الجماعات عن طريق دول، أو هي تم تصديرها من لجيوش أخرى ومن ثم تم نقلها إلى هؤلاء المرتزقة. على العموم هي كانت معركة كبيرة جدا. هذه المعركة كانت تستهدف الجلال النفطي، وبعد ذلك سيستهدفون طرابلس، سيستهدفون مواقع أخرى من أجل إثبات السيطرة على الأراضي الليبية، وسيطلبون حماية أجنبية، ومن أدخلهم المنطقة النفطية سيوفر لهم هذه المعطيات. ولكن الحمد لله الجيش اليوم يدمر مشروع القاعدة وداعش، ويدمر مشروع دول أخرى تريد أن تكون وصية على النفط مثل ما هي وصية على بعض الأشياء الأخرى في ليبيا الآن. طبعا هنا سيادة العميد عندما تحدث عن النفط هنا والبترول والصهاريج والمخازن، يعني سيطرة هؤلاء في الفترة الماضية على هذه المخازن أدى إلى تدميرها وخسائر إنتاجية كبيرة جدا، يقال أنها بلغت 450 ألف برميل يوميا، وهذا حجم كبير. إذن هنا دخول القوات المسلحة الليبية إلى هذه المناطق وضحر هؤلاء الإرهابيين تماما يؤدي إلى استعادتكم كجيش وطني ليبي مرة أخرى إلى هذه الصهاريج أو مواقع التخزين، كما أيضا تم إعادة مدرج رأس العنوف الجوي، وهذا مهم أيضا. حقيقة نحن من الآن بعد العملية، أنت تعلم أن كل عملية عسكرية تعقبها عملية أمنية. نعم. العملية الأمنية اللي هي القبض على المندسين والقبض على، يعني يتم تمشيط، عملية تمشيط. التمشيط وكذلك التمشيط الهندسي لإلغاء المفخخات. بعد ذلك بإمكان المؤسسة الوطنية للنفط أن تأتي لمعاينة المواقع ومعاينة المنشآت والمواني وخزانات الوقود للنفط، وبعد ذلك الأمر يعود إليها. نحن كقوة حامية فقط، نحن لا نحمي النفط، لا يمثل لنا شيء، بل يمثل لنا هو قوت الليبيين. وفي حرية النفط وفي استقلالية النفط عن الصراع القائم حاليا، استقلالية لقوت الليبيين واستقلالية لمستقبل الاقتصاد الليبي. وبالتالي نحن ونشكر حقيقة صنع الله الذي اليوم صرح أن بعد يومين بإمكانه تصدير النفط. نعم. بالفعل إذا كان أثبتنا أن بعدم وجود أي معوقات أمنية سيستلم، قد يكون يستلم غدا أو بعد غد كل المنشآت النفطية في المنطقة. إذن هنا المنشآت النفطية الهلال النفطي أيضا درنا، كيف تبدو الآن الأحوال في درنا سيادة العميد أحمد المسماري؟ وحقيقة درنا لا نستطيع، لا توجد أمامي مساحة كافية للمعركة سواء إعلاميا سواء عسكريا. بقعة صغيرة أقل من 2 كيلو أو كيلو متر مربع يتمركزون وسط عائلات ووسط بيوت مهولة ووسط مدارس، منطقة قديمة جدا قد تعود إلى العهد الإيطالي أو العهد التركي، لا تتحمل قصف الطيران والمدفعية والأسلحة الثقيلة، وبالتالي نتعامل معهم بهدوء. أنتم تحرصون طبعا بالتأكيد على المدنيين أو ما يتواجد من السكان. المدنيين هذا هو التحدي الحقيقي أمام القوات المسلحة. أي قوات مسلحة محترفة مدربة تدريبا وطنيا راقيا، أول عائق أمامه هو العامل الإنساني. وبالتالي نحن العامل الإنساني هو العائق
لو كان تخلصنا من هذا العامل لكانت درنا محررة من قبل منتصف شهر رمضان. بالتوفيق سيادة العميد، أشكرك جدا على هذا التوضيح. سيادة العميد أحمد المسماري المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة الوطنية الليبية كنت معي عبر الهاتف، أشكرك شكرا جزيلا.